هاي يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتني جدا. طبعا المنظر ده غير لائق خالص، انا عارفة، وحقكم عليا ان انا ببدأ لكم الفيديو بالمنظر ده. طيب الفيديو بتاع النهاردة زي ما انتم شايفين في العنوان كده، العيل فاضل له يومين واحنا لسه ما عملناش تنظيف للبشرة. انا عارفة اتأخرت عليكم في الفيديو ده وحقكم عليا، بس والله العظيم لو تعرفوا انا مضغوطة قد ايه. انا بصوا انا كده اهو استرسات فوق بعض. فالنهارده انا عايزه اقول لكم، انا مصوره لكم الفيديو ده الساعه 2 بالليل، لسه ما اتسحرتش، دي اول حاجه. وتاني حاجه اشتريت مشتريات العيد ومش عارفه حتى الاقي وقت اصور لكم الفيديو. فابوس ايديكم حبايبي اخواتي، نداء لكل الناس اللي بتشوف الفيديو ده، حطوا لايك. يعني الفيديو اقل حاجه بيجيب 10000 فيو، ليه ال 10000 دول ما بيعملوش لايك؟ انا نفسي اعرف، ادوني مبرر واحد. يعني انا اجي امسك الجهاز بتاعكم احط لايك، انتوا لو حطيتوا لايك والله هتفرحوني والفيديو هيتشاف اكتر والموضوع هيبقى بسيط. انتوا بتشوفوا الفيديو حطوا لايك حبايبي. طيب يلا بينا نبدا بقى في الفيديو بتاع النهارده. انا بهزر معاكم، عايزين تحطوا حطوا، عايزين تحطوا براحتكم، بس انتوا هتحطوا طبعا. دلوقتي هنعمل الماسكات والتنظيف العميق بتاعنا بتاع العيد. مش قادره اتنفس بجد. الفيديو ده طبعا كالعاده هيبقى على طبيعته جدا. طيب دلوقتي اللي هنعمله ان احنا هنمسح الميك اب. انا لسه جايه من بره وجبت مشتريات العيد، ووصلوا الفيديو ده ل 3000 لايك علشان خاطر انزل لكم مشتريات العيد. وعموما على فكره الفيديو بتاع مشتريات العيد هينفع كمان ان هو يكون مشتريات للصيف، لان هي اوريدي دي هدوم هتتلبس الفتره اللي جايه، وجبت الحاجات الترندي بقى وحفيتكم بشويه معلومات كده، انما ايه جامده. طيب دلوقتي هروح اجيب الماء المسلر وهجيب القطنه، هنمسح الميك اب ده وهنعمل تنظيف بشره من الصفر لليه. لا من الصفر لليه، من الصفر للايه، للمليون، ولا من هما بيقولوا ايه، من الاي تو زد، صح؟ طب ماشي يلا بينا دلوقتي، هروح اجيب ماء المسلر وارجع لكم تاني. صراحه ما حبيتش الفيديو يبقى فيه رغي كتير، وقررت ان انا اخلي الفيديو صامت واسجل لكم في الباك جراوند الصوت بتاعي واشرح لكم انا بعمل ايه، لان بصراحه كان صعب قوي ان انا اكون بتكلم وانا بشتغل او انا بعمل الحوار ده، فالموضوع كان هيبقى رخم يعني، فقلت اسهله عليا وعليكم. انا هنا طبعا بمسح الميك اب بتاعي بماء المسلر بتاع جرني. هو بصراحه يا جماعه يعني الماء المسلر ده مش احسن حاجه، انا جربت بتاع ايفا وجربت بتاع دوف. جت فتره كنت حابه جدا ايفا، بعدين مؤخرا لقيت ان هو بينشف وشي جدا جدا جدا. وبعد ما بقيت استخدم دوف لقيت دوف حلو، بس ما كانش بيسيح قوي الماسكارا بتاعت الرموش بتاعتي اللي هي اسنس الخضرة. فبصراحة جربت جرني، جرني كان كويس معايا، بعدين برضو لقيته بدأ ينشف وشي جدا جدا جدا، فحاليا هبطل ان انا استخدمه. بعد ما مسحت الميك اب زي انتم شايفين كده اتاكدت ان كل حاجه اتشالت. انا اساسا الميك اب بتاعي عباره عن كونسيلر وشويه تنت وكده مش اكتر. دلوقتي استخدمت الغسول بتاع جرني اللي هو بالليمون. للمعلومه يا جماعه انا اغلب يعني بشرتي جافه جدا، واغلب المنتجات اللي بستخدمها للبشره الدهنيه، وده سوري بجد بس هو غباء مني، مش عارفه ليه دايما بميل للمنتجات بتاعه البشره الدهنيه من كتر ما البلوجرز بيعملوا عليها ريفيوهات وبجربها وبتعجبني اول مره، وبعدين بتاثر على بشرتي وبتخليها جافه جدا جدا اكتر ما هي جافه. نشفت وشي ودلوقتي كان لازم ان انا اعمل الخطوة دي. بنجيب فوطة عادية جدا سخنة، لازم نكون حاطين عليها مية سخنة. انا كنت جايبة مية من الكاتل بس هي كانت سخنة جدا، فكنت بمشيها على وشي بطريقة يعني هادية جدا زي ما انتم شايفين كده لغاية ما تبرد شوية. بدأت اقلبها كده وجبتها من الحتة الدافية شوية وقلت خلاص هحطها. طبعا عايزه اقول لكم ان انا عيني دمعت، فبجد ما تعملوش الحركه دي غير لما تحسوا ان انتوا قادرين تستحملوا الفوطه. يعني زي ما انتم شايفين كده حطيتها على مناخيري بتاع 3 دقايق او من 3 ل 4 دقايق كده لغايه ما هي بقت ساقعه اساسا او بقت دافيه جدا. وبعدين جبت بتاعه الابره بتاعه البثور السوداء وحطيت عليها شويه كحول. بلاش يا جماعه لو مش بتعرفوا تستخدموها ما تستخدموهاش، لو بتحسوا انها مش بتعمل معاكم نتيجه ما تستخدموهاش. انا بصراحه ايدي كانت تقيله شويه فمناخيري اتحسست، بس اوريدي انا عارفه ان بشرتي حتى لو اتحسست يعني مش شويه وهلاقيها بقت تمام.
فانا عملت بالابره كده زي ما انتم شايفين كده. بصراحه انا مش بيطلع لي دهون كتير لان انا اوريدي بشرتي جافه زي ما قلت لكم، فيدوب شلت حاجات بسيطه قوي قوي قوي. وكنت بحاول ان انا اخلي مناخيري ملسه كده لان الخطوه دي بتحسسني ان مناخيري ناعمه قوي زي البيبيهات. بصراحه اللي في دقني انا عندي كتير جدا في دقني بس مش بيطلعوا، وده مش رؤوس سودا ولا بيضه، مش عارفه هو ايه بصراحه. انا ناويه اروح عند دكتوره واشوف الموضوع ده. بعد كده هنبدا نعمل السكراب بتاعنا، وانا عشان بشرتي جافه فهستخدم نوعين من الزيت. هستخدم اول حاجه بن، البن لازم يكون يا جماعه ما فيهوش اي بهارات او ما فيهوش اي اضافات. هستخدم شويه زيت زيتون زي ما شايفين معلقه كامله، وهستخدم كام قطره من زيت الخروع. عايز اقول لكم ان انا يعني بجد زيت الخروع فرق في بشرتي جدا الفتره اللي فاتت، فحطيت كده معلقه ومعلقه. ما رضيتش احط سكر بصراحه يا جماعه عشان بيعمل مسام وكده، فقلت استخدم القهوه لان القهوه حبيبات صغيره خالص وناعمه كمان. وخلطت المسحوق بتاعنا او السكراب بتاعنا، هنبدا ان احنا نحطه على بشرتنا زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. اهم حاجه ندمج الزيوت بالقهوه كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده كنت بفكر ان انا احط عليه عسل، ممكن تحطي عليه معلقه عسل. انا اوريدي على فكره حطيت بعد ما قفلت الفيديو، او ممكن اكون حطيت وانا في الفيديو مش عارفه بصراحه مش فاكره، بس انا حطيت بعد ما خلصت الفيديو شويه عسل لان حسيت القوام بتاعه بقى سايب، وفي نفس الوقت العسل يعني لذيذ. واهم حاجه المعلقه اللي نستخدمها تكون بلاستيك. زي ما انتم شايفين كده هنا بعد ما حطيته هوريكم دلوقتي وانا بحطه. هنبدا ان احنا بعد ما نحطه نفركه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. واهم حاجه برضو يا جماعه واحنا بنحطه ما نفركش جامد في بشرتنا، احنا بنعمل بحركات دائريه خفيفه جدا جدا جدا، بس انا عشان مسرعه الفيديو هتحسوا ان انا بفرك جامد. واهم حاجه التركيز على المناطق اللي هي فيها دهون، او بمعنى صح المناطق اللي هي فيها جلد ميت، او المناطق اللي هي محتاجه اسمرت ومحتاجه انك ترجعيها لونها الطبيعي. للمعلومه بس عايزه اوضحها لكم ان القهوه بتسيب اثر بني على وشك، ودي طبعا بتتحل عن طريق انك بعد ما بتغسلي وشك لازم تغسليه بصابونه تكون زي صابونه الجليسرين، او تغسليه بغسول كميه بسيطه جدا. وبعدين هنبدا ان احنا نسيب بشرتنا رطبه شويه ونروح منشفينها بمنديل مش بفوطه. وحطيت كريم بانثينول عشان يسهل لي عمليه ازاله الوبر اللي في الوش. انا اوريدي يا جماعه وشي مش بيطلع اللي هو شعر كتير او كده، لا هو بس بيبقى فيه الشعر الخفيف جدا اللي هو بيبقى ناحية تحت الودن كده، فكنت بشيل شوية وبر اللي كان موجود. وبدأت ان انا احط السيرم. انا عايز اقول لكم ان انا كنت استخدمت السيرم بتاع لوريال، بس بصراحة نسيت اوريكم الحتة دي لان انا مجرد ما طلعت من التويلت وغسلت وشي حطيته. وبعدين استخدمت الكريم علشان خاطر التاني بينشف البشرة جدا جدا وبيخلي بشرتي تبقى جافة قوي. وبعدين استخدمت الشفرة زي ما انتم شايفين كده، اهم حاجة باتجاه نمو الشعر وما نحطش او ما نكحتش قوي على بشرتنا. المكان اللي نمشي عليه نمشي عليه مرة واحدة بس، واهم حاجة نستخدم شفرة تكون حادة، ما نستخدمش شفرة تكون باردة علشان ما تعوركيش، وعلشان كمان ما تبقاش فيها جراثيم او بكتيريا، واحنا بنعقمها كده كده قبل ما نستخدمها بالكحول. زي ما انتم شايفين كده بدات اشيل كله، حتى لو في حاجه فوق الشفايف. انا اوريدي يا جماعه قريب جدا هعمل ليزر وهقول لكم تجربتي معاه، فلو حابين ان انا اصور لكم كل حاجه في الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتس. شلت كمان الجلد الميت اللي هو بيبقى موجود ما بين الحواجب. زي ما انتم شايفين كده يعني انا حواجبي اوريدي خفيفه، مش بحتاج ان انا غير ان انا اشيل بس شويه الحاجات اللي هي بتبقى على الاطراف بتاعه الحاجب، وما كانش فيه كتير لان انا اوريدي كنت مظبطاها من حوالي 3 4 ايام. وده كده شكل بشرتي من غير اي فلتر خالص. وبعدين هنجيب تلج علشان خاطر لو اتعورنا او اي حاجه او ما يطلع لناش حبوب ونقفل المسام، بس هنحطها جوه منديل عشان البروده بتاعتها ما تبقاش قويه قوي. هنبدا ان احنا نمشيها على بشرتنا كده، شايفين البشره فيها جلوي بجد وبقت زي الاطفال عن طريق السكراب اللي احنا استخدمناه. ممكن تستخدمي عسل وزبادي، ممكن تعملي نشا وزبادي تهدي وشك لو هو التهب، بس انا بصراحه ما حبيتش اكتر لان هو مش بكتر الماسكات والحاجات دي. وبعد كده الخطوه اللي بدات اعملها ان انا بدات اسرح حواجبي، واستخدمت السيرم الكوري بتاع الحواجب والرموش، بجد يا جماعه خطير. انا عايزه اقول لكم يعني هو مش فكره ان هو فرق معايا،
ان هو كثف لي رموشي او حواجبي. اعتقد ان هو ممكن يكون ساعدني شويه في حواجبي لكن رموشي زي ما هي، بس الفوائد بتاعته من ضمنها ان هو رموشي كانت بتقع، ولما كنت دايما بستخدم ماسكارا اي نوع ماسكارا عموما بعدها يعني فتره صغيره جدا بلاحظ ان رموشي بتقع وبتقع بسهوله قوي، وبلاقيها كمان موجوده على الفرشه وبلاقي اوقات على وشي رموش واقعه. فبجد الموضوع ده اتحل. بعدين استخدمت المرطب بتاع زبده، سوري المرطب بتاع الصبار، بصراحه هو لذيذ وناعم جدا، وزي ما انتم شايفين التغيير اللي حصل وانا حطاه يعني على طول خلى شفايفي وردي كده. بحب بقى احط كميه حلوه قوي علشان يعني تدي ترطيب عالي. كنت اوريدي بعمل الروتين ده بالليل فانا اوريدي هنام. جبت الكريم بتاع العين بتاع سيرافي، بصراحه عشان الناس اللي بتقول لي قولنا ريفيو هو قرب يخلص خلاص، هو مش بيرطب قوي يعني، انا بستخدمه احيانا قبل الكونسيلر بس مش بطال، هو مش الواو بس مش بطال، شغال معايا وكويس يعني. لكن مفيش حل هالات السودا والكلام ده خالص، هو مجرد مرطب لتحت العين علشان تحت العين ما ينفعش نستخدم فيها نفس المرطب بتاع الوش. وبعدين حطيت السان سكرين وزي ما انتم شايفين كده عملت مساج. اهم حاجه ان نمشي بنفس الشكل بتاع الوش وما نكحتش جامد زي ما انتم شايفين كده مساج. وبعد كده جبت المرطب بتاعي، وانا بصراحه المرطب بتاعي الفتره دي هو زيت الخروع. زيت الخروع بجد من اكتر الزيوت اللي بقيت استخدمها الفتره دي لبشرتي، بس بحط كميه بسيطه قوي وابدا اخد نقط صغيره خالص بصوابعي اوزعها على خدودي. بجد بحس ان هو بيورد لي خدودي وبيرطب وبيدي جلوي للبشره كاني حاطه مثلا هايلايت، فبجد حلو قوي. بس ما تنزليش بيه في الشمس اكيد، يا اما لو هتبقي حاطاه قبل الميك اب تكوني حاطه سان بلوك فوقي. تمام، وده كده الشكل النهائي لبشرتي بعد التنظيف. بجد 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 يعني الموضوع ده فرق معايا قوي. وبس كده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص، وكل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم، وهستنى افكار الفيديوز بتاعتكم اللي انتم حابين اعملها لكم الفتره اللي جايه تكتبوها لي في الكومنتس. واي حد محتاج مني اي حاجه يكلمني على الانستغرام، سايبه لكم الرابط في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، يلا باي.